بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. مقرر الملتي فاريبل نظم تحكم بعدة المغايرات. هنتكلم الليلة عن التمثيل لفراق الحالة من دالة التحويل State Space Representation from Transfer Function. طيب أول حاجة عندي تعريف دالة التحويل. احتبر نظام حالة الدخل وحالة الخارج ومنصوب دالة التحويل التالية y of s على u of s تساوي b0 SSM زائد b1 SSM ناقص 1 لحد نهاية المعادلة على SSN زائد a1 SSN ناقص 1 زائد لحد نهاية المعادلة، حيث انه ال u of s عبارة عن خرج النظام، ال y of s عبارة عن خرج النظام، وال u of s عبارة عن دخل النظام، والبسط والمغام عبارة عن كسر الحدود في المتغير s، والبيهات والإيهات عبارة عن مجموعة من المعاملات والتي تكون ثابتة في الأنظمة التي لا تتغير مع الزمن، بينما تكون متغيرة في الأنظمة التي تتغير مع الزمن. قال لك لتمثيل دالة التحويل للنظام في فراغ الحالة هناك طريقتان لعمل ذلك، هما دالة دالة التحويل إلى معادلة تفاضلية. الطريقة الأولى لتحويل دالة التحويل إلى معادلة تفاضلية هنالك حالتان، هما نمرة واحد إذا كان البسط يحتوي على مقدار ثابت فقط. إذا كان البسط يحتوي على مقدار ثابت فقط فإن المعادلة رقم واحد قبل شوية قلناها هذيك تصبح على الصورة العامة الآتية، إنه ال y of s على ال u of s بيساوي b of m اللي هو رقم ثابت ما فيه s على SSN زائد A1 SSN ناقص 1 لحد نهاية المعادلة. لتحويل دالة التحويل في هذه الحالة إلى معادلة تفاضلية يجب اتباع الخطوات التالية. نمرة 1 ضرب طرفي دالة التحويل في بعضهما البعض نحصل على المعادلة رقم 3، يعني أضرب ضرب عكسي، حيث إنه ال y of s دي أضربها في المقام ده وال u of s أضربها في البسط، نحصل على المعادلة دي. نمرة 2 أخصص التحويل لابلاس العكسي لطرفي المعادلة رقم 3 مع اعتبار ان جميع الشروط الابتدائية تساوي صفر، نحصل على المعادلة التفاضلية الاتية. يعني بعد الخطوة دي اقوم اضرب ال U of S دي ال Y of S دي كلها اضربها هنا جوا، بعد ذلك اخذ لابلاس العكسي SSN في Y of S لابلاس العكسي ليها شنو Y of SN زائد A1 SSN ناقص 1 مضروبة في ال Y of S لابلاس العكسي ليها عبارة عن A1 y c n ناقص 1 زائد لحد نهاية المعادلة ال b m u of s لابلاس العكس ليها عبارة عن u m b m u. تمام، نلاحظ المعادلة التفاضلية الناتجة لا تحتوي او لا تتضمن تفاضلات او اشتقاقات لدالة الدخل، ال u كان عبارة عن u بس ما فيها اشتقاقات. عليه يتم تطبيق نفس الخطوات التي تم دراستها في المحاضرة السابقة لتمثيل فراغ الحالة. تمام، أوجد معادلة فراغ الحالة للنظام تحكم ممثل بواسطة دالة التحويل التالية. للمثال قال لك إنه ال y of s ال u of s بيساوي 24 على s تقريب زائد 9 s تربيع زائد 26 s زائد 24. طيب قلنا الخطوة الأولى بضرب طرفي دالة التحويل مع بعضهما البعض نحصل على الصورة التالية، هأضرب دي هنا ودي هنا. الجزء للطرف الايسر حيكون عبارة عن S تقعيب زائد 9 S تربيع زائد 26 S زائد 24 كلها مضروبة في ال Y of S، والجزء الايسر الايمن من المعادلة حيكون عبارة عن 24 دي مضروبة في ال U of S. الخطوة الثانية اخذ تحويل لابلاس العكسي لطرفي المعادلة اعلى مع اعتبار ان جميع الشروط الابتدائية تساوي صفر، نحصل على المعادلة التفاضلية التالية. لما اضرب S تقعيب في y of s واللابلاس العكس ليها عبارة عن y 3 دوب، صح؟ وكذلك نفس الشيء التزعة s تربيع في ال y of s اللابلاس العكس ليها عبارة عن تزعة y double دوب زائد 26 y دوب زائد 24 y بساوي 24 يوم. من هنا نضع على تفاضل في جانب وقوية الحدود المعادلة التفاضلية في الجانب الآخر، نحصل على y 3 دوب بساوي حودي دلب هناك يعني اللي هي سالب 9 y double dot زائد 26 y dot زائد 24 y زائد
دي كلهم بالناقص، ما مش هناك اخوانا بيكون بالناقص. واي 0 دوت بيساوي ماينس 9 واي دوت ناقص 26 واي دوت ناقص 24 واي زائد 24 يو. من هنا هقوم افرض متغيرات الحالة في الصورة الاتية، اللي هي انه الاكس 1 بيساوي اليو، والاكس 2 عبارة عن اكس 1 دوت بيساوي الواي دوت، والاكس 3 عبارة عن اكس 2 دوت بيساوي الواي 2 دوت، والاكس 3 دوت عبارة عن الواي 3 دوت. من هنا بتعويض متغيرة الحالة في المعادلة الناتجة من الخطوة الثالثة وإعادة ترتيبها، نحصل على الاكس 3 دوت بيساوي ما دي الواي 3 دوت عبارة عن اكس 3 دوت بيساوي سالب 9 الواي 2 دوت عبارة عن منه اكس 3، والواي دوت عبارة عن منه اكس 2، والواي عبارة عن اكس 1. يعني بقت سالب 9 اكس 3 ناقص 26 اكس 2 ناقص 24 اكس 1 زائد ال 24 يو. بعد في محلها نرتب المعادلة بحيث انه نخلي اكس 1 اول واكس 2 ثاني واكس 3 ثالث. بقت الاكس 3 دوت بيساوي سالب 24 اكس 1 ناقص 26 اكس 2 ناقص 9 اكس 3 زائد 24 يو. من هنا هحصل على الاكس 1 دوت بيساوي الاكس 2، والاكس 2 دوت بيساوي الاكس 3، والاكس 3 دوت بيساوي سالب 24 اكس 1 ناقص 26 اكس 2 ناقص 9 اكس 3 زائد 24 يو، والواي بيساوي اكس 1. الخطوه الاخيره يتم كتابه معادله فراغ الحاله على النحو التالي، اللي هي المصروف بتاع اكس 1 دوت اكس 2 دوت اكس 3 دوت بيساوي الاكس 1 دوت عباره عن في الاكس 2 بس معناها 0 1 0، والاكس 2 دوت في الاكس 3 بس معناها 0 0 1 0 0 1، والاكس 3 دوت عباره عن سالب 24 سالب 26 سالب 9. الكلام ده كله مضروب في شنو؟ اكس 1 اكس 2 اكس 3 زائد هنا دي ما فيها يو معناها 0، هنا ما فيها يو معناها 0، هنا 24 معناها 0 0 24 مضروبه في اليو. بالنسبه لمعادله الواي، الواي في الاكس 1 بس معناها الواي بيساوي 1 مضروب في 0 0 1 0 0، والكلام مضروب في شنو؟ في الاكس، في معادله الاكسات يعني. هنا كده انا جبت كده انا مثلت النظام في فراغ الحاله. الحاله الثانيه، الحاله الاولى قلنا اذا كان البسط لا يحتوي على تفاضلات. الحالة الثانية انه البسط يحتوي على المعامل S تفاضل واحد على الاقل او اكتر يعني. في هذه الحالة تكون الصورة العامة للتحويل كما بين بالمعادلة رقم واحد، مع افتراض انه رتبة المقام اكبر من رتبة البسط، وهو الوضع القالب في معظم انظمة التحكم الالي. اما اذا كانت رتبة البسط تساوي رتبة المقام فيجب قسمته على المقام حتى تصبح رتبته اقل من رتبة المقام، بفرض ان ال n اكبر من ال m. يمكن تحويل التحويل في هذه الحالة الى معادلة تفاضلية باتباع الخطوات التالية. نمرة واحد، ضرب طرفي التحويل في المعادلة رقم واحد بعضهما البعض، نحصل على المعادلة يعني حضرب ضرب عكسي برضه، اللي هي هيكون البسط ده في u of s والمقام في البسط في y of s، البسط في u of s والمقام في y of s. اخذ التحويل لابلاس العكسي لطرفي المعادلة رقم 5 مع اعتبار ان جميع الشروط الابتدائية تساوي بصفر، نحصل على المعادلة التفاضلية كما يلي، اللي هي هيكون اذا اخذنا لابلاس العكسي هنضرب ده هنا جوا، قلنا ال s و cn مضروبة في ال y of s عبارة عن y و cn، كذلك هنضربه كلها جوا وحنجيب لها لابلاس العكسي، هنا هنضرب دي كلها جوا وحنجيب لها لابلاس العكسي. طيب من هنا هشوف انه هلاحظ انه الطرف الطرف الايسر بيشبه الطرف الايسر هناك في الحالة الاولى، لكن هنا الطرف الايمن في الحالة الاولى كان الطرف الايمن عبارة عن ما فيه تفاضلات للدخل، هنا في تفاضلات دخل يعني شوف اليو اس ام، يو اس ام ناقص واحد يو وهكذا تمام. طيب نلاحظ ان المعادلة التفاضلية الناتجة تحتوي او تتضمن تفاضلات لدالة الدخل، عليه يتم تطبيق نفس الخطوات التي تم دراستها في المحاضرة السابقة للتمثيل في فراغ الحالة. نشوف الكلام ده بمثال. طيب
لذلك أوجد معادلة فراغ الحالة لنظام تحكم ممثل بواسطة ذلك التحويل التالية: U of S Y of S على U of S تساوي S تربيع ناقص S زائد 2 على S تجعيب زائد 2 S تربيع زائد 3 S زائد 6. نجي للحل solution. الخطوة الأولى بضرب طرفي ذلك التحويل في بعضهما البعض نحصل على الصورة التالية. هضرب طريق عكس كده، هتكون عندي هنا S تجعيب زائد 2 S تربيع زائد 3 S زائد 6 مضروبة في شنو؟ في ال Y of S. هيكون عندي في الجانب الثاني S تربيع ناقص S زائد 2 مضروبة في شنو؟ في ال U of S. هضرب ال Y of S دي جوا في المعادلة دي، هضرب ال U of S هنا جوا واخد لابلاس العكسي ليها، هتكون هنا عبارة ال S تجعيب Y of S لابلاس العكسي ليها Y تجعيب دوت، والاثنين S تربيع Y of S لابلاس العكسي ليها 2 Y دبل دوت، والS الثلاثة S في Y of S لابلاس العكسي ليها بثلاثة Y دوت، والستة Y of S لابلاس العكسي ليها بستة Y. نفس الحاجة هنا الS تربيع U of S لابلاس العكسي ليها عبارة عن U دبل دوت، والسالب S U of S لابلاس العكسي ليها عبارة عن minus U دوت، والاثنين U of S لابلاس العكسي ليها 2 U. من هنا بمقارنة المعادلة التفاضلية الخطية الغير متغيرة مع الزمن مع الصورة العامة لها نحصل على القيم الثابتة التالية. أنا أصلا عارف أنه أنا بعد تجريب المعادلة دي عندي ثوابت. الثوابت عبارة دي العبارة عن A هات ودي العبارة عن B هات. طيب معناها A zero دي المعادلة حقتي يا إخوانا، هقارن المعادلة دي بيديك من المعادلة ديك عندي معناها A zero بواحد، A واحد باثنين، اثنين بثلاثة، A ثلاثة بستة، وعندي B zero بزيرو وبواحد بواحد وباثنين بسالب واحد وبثلاثة بموجب اثنين. تمام، هحط القيم دي الايهات والبيهات اللي قلتها هسه دي. الخطوة الرابعة باستخدام قيم الثابت التي تم الحصول عليها من الخطوة الثالثة يتم تحديد كل قيمة من قيم بيتا كما يلي. انا اصلا عارفة انه البيتا زيرو بساوي بي زيرو، والبي زيرو بشنو؟ بي زيرو. البيتا وان بساوي بي وان ناقص اي وان بيتا زيرو بساوي واحد. البيتا تو بساوي بي تو ناقص اي وان بيتا تو ناقص اي تو بيتا زيرو، الكلام ده بساوي شنو؟ سالب 3. البيتا 3 بساوي بي 3 ناقص A1 بيتا 2 ناقص A2 بيتا 1 ناقص A3 بيتا 0، الكلام ده بساوي شنو؟ 5. أنا كده جبت قيم كل من البيتات. بعد كده الخطوة الخامسة باستخدام قيم بيتا نحصل على المعادلات التالية: ال X1 دوت بساوي X2 زايد بيتا 1 U، هي X2 زايد البيتا 1 كانت واحد واحد في اليو بيو. الاكس 2 دوت بساوي الاكس 3 زائد بيتا 2 يو، البيتا 2 كان عبارة عن سالب 3 بقت اكس 3 ناقص 3 يو. الاكس 3 دوت بساوي المعادلة حقتي اللي هي سالب 6 اكس 1 ناقص 3 اكس 2 ناقص 2 اكس 3 زائد بيتا 3 يو، والبيتا 3 عبارة عن 5 معناها زائد 5 يو. وانا عارفة انه الواي بساوي اكس 1 زائد بيتا دوت يو، والبيتا نوت بزيرو معناها بساوي اكس 1. من هنا ثلاثة المعادلات دي واحد واثنين ثلاثة هعمل امسك في فراغ الحالة اللي هي اكس 1 دوت اكس 2 دوت اكس 3 دوت بساوي من المعادلة دي معناها زيرو 1 زيرو، من المعادلة دي زيرو زيرو 1، من المعادلة دي سالب 6 سالب 3 سالب 2 مضروبات في x1 x2 x3 زائد هنا اليو بواحد سالب 3 موجب 5 مضروبات في اليو، والواي بساوي x1 معناه 1 0 0 مضروبات في x. حد هنا تمام؟ طيب الطريقة الثانية اللي هي الطريقة الأولى إني أحول لمعادلة تفاضلية. الطريقة الثانية إني أحلل ذات التحويل اللي هي decomposition of transfer function. تسمى عملية الحصول على معادلة فراغ الحالة من دالة التحويل
بعملية تحلل دالة التحويل. وهنالك ثلاث طرق لإجراء عملية التحلل. أفرض أن الصورة العامة لدالة التحويل كما بين بالمعادلة رقم 1 اللي هي قلنا في أول المحاضرة، مع افتراض أن رتبة المغام أكبر من رتبة البسط، وهو الوضع القالب في معظم أنظمة التحكم الآلي. كل مرة حنعيد، أما إذا كانت رتبة البسط تساوي رتبة المغام فيجب قسمته على المغام حتى تصبح رتبته أقل من رتبة المغام. ناتج القسمة هو المصفوف المباشر دي، أما باقي القسمة فتجرى عليه عملية التحلل باستخدام أي من الطرق الثلاث، وهي كما يلي: نمرة 1 الطرق بتاع الديكمبوزيشن، التحلل المباشر اللي هو الدايركت ديكمبوزيشن. يتم تطبيق هذه الطريقة على دالة التحويل التي يكون مقامها على صورة متعددة الحدود، لذلك يمكن تطبيق هذه الطريقة على كافة دوال التحويل. أما إذا كان المقام أو البسط أو كليهما في صورة عوامل من الرتبة الأولى مضروبة في بعضها يعني أغواس، يتم وضعها أولا في صورة كسر الحدود يعني أفك الأغواس قبل تطبيق طريقة التحلل المباشر. إذا أخذنا دالة التحويل في صورتها العامة كما بين في المعادلة رقم 1، مع افتراض أن رتبة بسطها أقل من رتبة المقام، يتم اتباع الخطوات التالية لإجراء عملية التحلل المباشر. نمرة 1، يتم ضرب بسط في مقام دالة التحويل بمقلوب على أس في إس، تمام. نمرة 2 اللي هي إذا كانت المعادلة في الصورة دي، هضرب هنا أعلى أس، بفترض إنه أعلى أس إن، هضرب هنا في أس سالب إن على أس سالب إن. نمرة 2، يتم ضرب البسط والمغام بدالة التحويل التي تم الحصول عليها في الخطوة A اللي هو هندلة في المتغير X of S، هضرب بسط والمغام في X of S على X of S. بعد ذلك بمساواة البسط والمغام من الناحية اليمنى مع البسط والمغام من الناحية اليسرى لدالة التحويل في المعادلة رقم 8، نحصل على يعني أساوي البسط بالبسط والمغام بالمغام، هتجيني الـ Y of S معادلة والـ U of S معادلة. بعدها يتم تعريف متغيرات الحالة كما يلي: إنه الـ X1 dot عبارة عن X2 والـ X2 dot عبارة عن X3 والـ Xn dot عبارة عن Xs. بعد ذلك أعود المعادلة رقم 11 اللي هي المعادلات دي في المعادلة رقم 9 و10 اللي هي عبارة عن مساواة البسط بالبسط ومساواة المغام بالمغام. بعد ذلك أخذ تحويل لابلاس العكسي وإعادة ترتيبهما، نحصل على المعادلتين دي. بترتيب المعادلتين رقم 11 ورقم 12 نحصل على المعادلات التالية اللي هي خلاص هحصل على متغيرات الحالة حقتي، هي الـ X1 dot حتكون تساوي الـ X2 والـ X2 dot الـ X3 لحد نصل الـ Xn dot عبارة عن Xs والـ Xs عبارة عن سالب An X1 ناقص An ناقص 1 X2 ناقص لحد اليوم، والـ Y عبارة عن B dot X1 زائد B2 B1 X2 زائد لحد النهاية. أخيرا يتم كتابة معادلة فراغ الحالة على النحو التالي اللي هي المصفوفة، تكون هنا الـ X1 dot X2 dot لحد Xn dot دي المصفوفة مضروبة في X1 X2 لحد Xn زائد أرقام في اليو، والـ Y بساوي بهات في الـ X. نلاحظ أن طريقة التحلل المباشر لجميع دوال التحويل نحصل دائما على معادلة فراغ الحالة على الصورة العامة الموضحة بالمعادلة رقم 14 اللي هي دي، وهي نفس الصورة التي تم الحصول عليها عند تمثيل المعادلات التفاضلية بنوعيها في فراغ الحالة. النتيجة حقت التحلل المباشر حتجيني نفس النتيجة حقت التحويل لمعادلة تفاضلية، لذلك تعرف أيضا المعادلة رقم 14 بالصورة القانونية المحققة للتحكمية CCF. ناخذ مثال عشان على الكلام ده عشان اوضح. طيب مثال في فراغ الحاله باستخدام طريقه التحلل المباشر تم تحكم له دالة التحويل الشامله التاليه، هي اليو اوف اس الواي اوف اس على اليو اوف اس بتساوي اس زائد 3 الاس تربيع زائد 3 اس زائد 2. طيب اول حاجه هقوم اشوف اكبر اس لاس اللي هو 2، معناها اضرب في اس سالب 2 على اس سالب 2. لما اضرب في اس سالب 2 على اس سالب 2 دي هنا الاس في اس سالب 2 باس سالب 1، والثلاثة
بقت 3 اس اس سالب 2. هنا الاس اس سالب 2 في الاس اس 2 بقت 1، والاس اس سالب 2 في 3 اس بقت 3 اس اس سالب 1، والاس اس سالب 2 في 2 بقت 2 اس اس سالب 2. طيب بعدك هضرب بسط ومقام المعادلة دي الدالة دي في اكس اوف اس، هضرب في اكس اوف اس واقسم على اكس اوف اس. بعد اضرب اساوي المقام بالمقام والبسط، البسط بالبسط والمقام بالمقام. يعني من هنا هتكون اليو اوف اس بيساوي اس سالب 1 زائد 3 اس سالب 2 مضروب في اكس اوف اس، والواي اوف اس بيساوي 1 زائد 3 اس سالب 1 زائد 2 اس سالب 2 مضروب في اكس اوف اس. ده الكلام اللي انا قلته. لما نفك المعادله هفك المعادله هنا، هتكون اس سالب 1 في اكس اوف اس زائد 3 اس سالب 2 في اكس اوف اس. نفس الشيء هنا هفكها، هتكون اكس اوف اس زائد 3 اس سالب 1 في اكس اوف اس زائد 2 اس سالب 2 في اكس اوف اس. الخطوه الرابعه تعريف مغريات الحركه ما يلي: الاكس 1 ضرب اكس 2 والاكس 2 ضرب باكس اوف اس، عشان هم اثنين. لو كان هنا الرتبة الثالثة هتكون الاكس 2 دوت عبارة عن اكس 3 والاكس 3 دوت عبارة عن اكس اس وهكذا. لو كانت من الرتبة الرابعة هتكون الاكس 3 دوت بيساوي اكس 4 والاكس 4 دوت بيساوي اكس اس. طيب نجي الخطوة الخامسة، بتعويض متغيرات الحالة في المعادلتين. المتغيرات دي عوضوا في المعادلتين دي مع اقصى حول الأضلاع العكسي ويعاد ترتيبهما، نحصل على النتيجة التالية. اول حاجه الواي اوف اس الاضلاع العكسي ليها بقت واي بيساوي الاس سالب 1 في اكس اوف اس بقت عباره عن 3، دي عباره عن شنو؟ اكس 2. اس سالب 1 في اكس اوف اس عباره بقت اس سالب 1 في اكس 2 دوت عباره عن اكس 2، وال 3 اس سالب 2 اكس اس عبارة عن 3 اكس 1، وبالنسبة لاكس 2 ضبط عبارة عن اكس اس. من هنا لما نخط اكس اس موضع قانون عبارة هتكون عبارة عن اليو، وده الحين نشوف الماينس، يعني يو اوف اس ناقص 3 اس سالب 1 في اكس اوف اس ناقص 2 اس سالب 2 في اكس اوف اس. لما نمشي بالماينس لاخد لم تخلي باللغة العكسي بقت الاكس 2 ضبط بيساوي سالب 2 اكس 1 ناقص 3 اكس 2 زائد يو. الخطوة السادسة ترتيب المعادلات أعلاه، نحصل على المعادلات التالية اللي هي الاكس 1 ضد بيساوي اكس 2 والاكس 2 ضد بيساوي سالب 2 اكس 1 ناقص 3 اكس 2 زائد يو، واليو في والواي بيساوي 3 اكس 1 زائد اكس 2. من هنا ممكن اكتب شنو؟ المصفوفات حقتي اللي هي اكس 1 ضد اكس 2 ضد بيساوي 0 1 سالب 2 سالب 3 في x1 x2 0 1 في اليوم، والواي بيساوي 3 1 x1 x2. طيب ناخذ مثال ثاني، مثل في فرق الحاله لاستخدام طريقه التحلل المباشر نظام التحكم له دالة التحويل الشامل التاليه: الواي اوف اس على اليو اوف اس بيساوي 2 اس تربيع زائد 8 اس زائد 6 على اس تكعيب زائد 8 اس تربيع زائد 16 اس زائد 6. طيب قلنا اول حاجه بحدد انه اكبر قيمه لاس اكبر اس اللي هي 3، معناها هضرب في مقلوب اللي هي في اس سالب 3 على اس سالب 3. لما اضرب كده هتكون عباره، لما اضرب اس سالب 3 في كسره الحدود دي هتكون عباره عن 2 اس سالب 1 زائد 8 اس سالب 2 زائد 6 اس سالب 3. لما اضرب برضو المقام في اس سالب 3 هتكون 1 زائد 8 اس سالب 1 زائد 16 اس سالب 2 زائد 6 اس اس 3. بعد ذلك نضرب في اكس اوف اس على اكس اوف اس، اضرب في اكس اوف اس على اكس اوف اس، ومن هنا طوال اساوي البسط بالبسط والمقام بالمقام اللي هي طوالة، والمساوي البسط بالبسط هتكون الواي اوف اس بيساوي 2 اس سالب 1 زائد 8 اس سالب 2 زائد 6 اس سالب 3 مضروب في اكس اوف اس، وهفك الاكس اوف اس جوا، واليو اوف اس بيساوي 1 زائد 8 اس سالب 1 زائد 16 اس سالب 2 زائد 6 اس سالب 3 مضروب في الاكس اوف اس. من هنا متغيرات الحالة حقتي الاكس 1 ضد بيساوي شنو؟ الاكس 2، والاكس 2 ضد بيساوي اكس 3، والاكس 3 ضد بيساوي شنو؟
اكس واس. لو كانت من 4 معناها الاكس 3 دوت كان هتساوي الاكس 4، والاكس 4 دوت هتساوي شنو؟ الاكس واس، وهكذا. من هنا الخطوه الخامسه بتعويض متغيره الحاله في المعادلتين مع عكس تحويل لابلاس العكسي واعاده ترتيبهما. اعوض المتغيرات دي في المعادله دي والمعادله دي، هي هتجيني واخد لابلاس العكسي اللي هي هتجيني الواي بيساوي 2 اكس 3 زائد 8 اكس 2 زائد 6 اكس 1، اللي هي لو رتبناها هتكون بيساوي 6 اكس 1 زائد 8 اكس 2 زائد 2 اكس 3، والاكس 3 دوت بيساوي سالب 6 اكس 1 ناقص 16 اكس 2 ناقص 8 اكس 3 زائد يو اللي هي هندلة. لما افيك ده هنا هيكون اكس اوف اس براهو، والاكس اوف اس عبارة عن اكس 3 دوت. لما نحطها في براها هيكون اليو اوف اس لما ناخدها على راس بتمشي بيو، ودول كلهم هيمشوا شنو؟ الثلاثة دول هيمشوا بالسالب اللي هم هندلين، واليو قاعدة بالموجب. من هنا الاكس 1 دوت باكس 2، والاكس 2 دوت باكس 3، والاكس 3 دوت بسالب 6 اكس 1 زائد ناقص 16 اكس 2 ناقص 8 اكس 3 زائد يو، والواي بساوي 6 اكس 1 زائد 8 اكس 2 زائد 2 اكس 3. الخطوة الأخيرة يتم كتابة معادلة فراغ الحالة كما يلي: تكون المصفوفة اكس 1 دوت اكس 2 دوت اكس 3 دوت، هنا معناها 0 1 0، وهنا معناها 0 0 1، هنا سالب 6 سالب 16 سالب 8 مضروبات في الاكس 1 اكس 2 اكس 3 زايد، هنا ما في يو معناه 0، هنا ما في يو معناه 0، وهنا في يو معناه 1 معناه 0 0 1 يو، والواي بيساوي 6 8 2 في الاكس اللي هي عباره عن اكس 1 اكس 2 اكس 3. حد هنا واضح؟ ملاحظه: يمكن إيجاد معادلة الحالة ومعادلة الخرج مباشرة من دالة التحويل دون الحاجة لاتباع الخطوات السابقة لتمثيل نظام التحكم في فراغ الحالة باستخدام طريقة التحلل المباشر. مثلا إذا كان المطلوب تمثيل نظام التحكم في فراغ الحالة للمثال 4 قبل شوية كنا بناخد فيه ده باستخدام طريقة التحلل المباشر، يتم كتابة معادلة الحالة ومعادلة الخرج مباشرة كما يلي. هي دي المعادلة حقتي: الايهات هيمشوا البيهات، البيهات هنا هيمشوا مع الواي اللي هو هيترتبوا كمان شنو؟ بالعكس، يعني تحت تقعد اول تحت اول في المصفوفه، وتحت ثاني في المصفوفه، وتحت ثالث هتكون 6 8 2. والايهات هيمشوا برضو بالعكس لكن بالماينس، يعني سالب 6 سالب 16 سالب 8، وباقي المصفوفه كلها ثابته اللي هو 0 1 0 و 0 0 1 ثابتة، و 0 0 1 دي ثابتة. لكن في الامتحان ما تشتغلي بالطريقة دي، في الامتحان تشتغلي بالخطوات اللي احنا كنا قاعد نقول عنها قبل شوية. اما المصفوفة المباشرة دي تنتج من قسمة البسط على المغام اذا كان درجة البسط تساوي درجة المغام. يا اخوانا انا هنا حاشدد واكرر انه في اي تحلل decomposition اذا كانت درجة البسط اكبر من درجة المغام بقسم البسط على المغام اول، تطلع لي مصفوفة مباشرة دي بخليها. النتيجة بتاع باقي القسمة هتكون اللي هي دالة التحويل البسط حقها اقل من رتبة البسط اقل من رتبة المغام، هي اللي هشتغل على التحلل. حد هنا المحاضرة خلصت، نتابع في المحاضرة الجاية.